على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات تابعة لسلاح الجوي الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد وقالت الوزارة في بيان أن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجو فضائية الروسية أسقطت خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد مؤكدة اسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 27 في منطقة خاركوف وأخرى من طراز سو 24 بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركوف وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء